تفضلي. شكرا لزميلنا نجيب القحطاني، يعطيك العافية نجيب. وصلنا الآن إلى فقرة التغذية مع الدكتورة أمل الأنصاري، اللي راح تكلمنا اليوم عن رمضان صحي، حيث يعاني الكثير من أعراض ومتاعب صحية تؤدي إلى بعض المتاعب أثناء صيام شهر رمضان. ولكن لكل داء دواء ولكل مرض شفاء بإذن الله تعالى. بالتغذية شنو أهم هذه الأعراض والأمراض اللي طبعا تنقص على المريض صيامه، وشنو علاجها بالتغذية لتخفيف من الناس اللي يعانون من هذه الأعراض والأمراض؟ صباحك ورد وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباحك ورد وصباح الخير للمشاهدين، وحياكم الله، وسعيدة جدا بوجودنا اليوم إن شاء الله. موضوعنا قبل رمضان. نعم. إن شاء الله كل عام وانتم بخير بإذن الله، وأتمنى إن شاء الله نحن نقدم شيء لو بسيط يخدم الصائمين، ومو شرط إن نحن نغطي كل يوم، بس أوعدهم إن شاء الله خلال الأسبوعين الجايين إن شاء الله نغطي، نحاول نغطي قد ما نقدر من هذه الأعراض إن شاء الله. طبعا نبي نعرف أهم الأعراض اللي يعاني منها الصائم وشون يتعامل معها أثناء صيامه. طبعا هي الأعراض كثيرة. نعم. طبعا عندنا يمكن أقول 30 من الأعراض هذه، ولكن إحنا نبنمسك يعني أهمها. أكثر شيء يعني خصوصا أول أسبوع من رمضان، أول شيء الصداع، ممكن الحموضة اللي تنقص على الواحد يومه وصيامه، ممكن حتى المدخنين أكثر شيء. يعني إحنا راح نسأل سؤال عنهم المدخنين، واللي متعودين إنه يشربون القهوة، يعني مدمنين القهوة، مدمنين الشاي، هذا كله المريضين السكر، يعني هذول أكثر يعني ناس ممكن يكونون يمكن ضحايا البداية أول أسبوع من رمضان. نعم. طبعا إحنا نبي نتكلم أول شيء عن المدخنين ومدمنين الشاي والقهوة. طبعا أنا أقول قبل دخول رمضان بالفترة هذه، طبعا كل الأطباء يقولون لهم حاولوا تقللون من النيكوتين، من الكافيين، حاولوا تقللون شرب القهوة من الحين، على الأقل قبلها بأسبوع، تقللون من التدخين. أنا أقول لك حتى لو المدخن من باكيت قلل إلى 3 سيجارات باليوم، تصوري أنه ممكن بعدين يحتاج أكثر. لسبب ما هو بالتقليل، ما هو التدخين وشرب الشاي والقهوة، ما هو بالتقليل، لازم تعرف، لازم المدخن يعرف، طول ما دم حمضي بسبب التدخين، بسبب الأغذية الخاطئة، الشاي، القهوة، لازم يعرف أنه هو عنده البي اتش مرتفع، لازم يعرف أنه هو عند الحموضة في الدم مرتفعة. نعم. وصعب أن الإنسان يقدر يقطع التدخين طول ما الدم عنده حمضي ابدا، الا لما يرفع السيروتونين. لازم ياخذ اول شيء نبي نقاوم الاكسده اللي داخل موجوده، اللي هي فيتامين سي. من الان المدخنين ياخذون فيتامين سي على الاقل ما يقل، ما اقول 1000 ملي جرام، ولكن على الاقل 500-300 ملي جرام باليوم ياخذون من الحين، ياخذون البي كومبلكس بعد استشاره الطبيب. حلو. هذا ضروري جدا. يحاولون ياخذون الاغذيه القلويه اللي تخلي الدم الكلاين، لازم ضروري. عندنا وايد أغذية تخلي اللي هي غنية بالبوتاسيوم. ممكن حتى يعني بعد استشارة الطبيب يطلب من الطبيب أنه يعمل بعض الفحوصات الدم، ويحاول أنه يستشير الطبيب بحيث أنه إذا كان الدم حمضي صعب أنه يقدر يقلل التدخين أبدا ولا يحلم. يقلل من الأغذية البيضة أيضا، الشكر الأبيض، المعكرونية البيضة، الرز الأبيض، الخبز الأبيض. نعم، هذه الأشياء كلها تخلي الدم يحافظ على الحمضية مالته، وبالتالي يبي نيكوتين، يبي كافيين، يبي كذا. ولكن طول ما إذا كان الدم أصبح قلوي ياخذ المعادن. أهم شيء إنه يفحص المعادن، كالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، الكلور، هالأشياء هذه إذا كانت منخفضة عنده يطلب من الطبيب إمداده بهذه العناصر. ودائما المدخنين يكون عندهم ناقص هالأشياء، وخاصة فيتامين A، K، B وC لازم، وهذا يعرضهم للتوتر، وكل ما توتروا يدخنون. نعم. وكل ما كل ما دخنوا ارتفعت حمضية الدم. نعم. طيب دكتور، يعني في الكثير من الناس عند صلاة التراويح والقيام يعانون من آلام الظهر، روماتيزم، النقرس، هشاشة عظام، وايد أمور، فشلون يتغلبون على هالآلام؟ هذه إن شاء الله أوعدكم إن شاء الله راح نتكلم عنها. طبعا في أشياء يأخذونها قبل رمضان، أثناء رمضان، مع بعض المكملات الغذائية مع الطبيب. زين، إحنا مدام قبل أعطينا، إحنا الحين تونا على التراويح وتونا على الأجيال، بس إحنا خلينا نتكلم أول شيء عن المدخنين. أوكي. أبي واللي يصابون بالصداع، اللي يصابون بالصداع دائما
يشربون شاي وقهوة مثل ما قلنا يخلون الدم قلوي قبل رمضان. نعم. ولكن أنا أقول أثناء يعني إصابة قبل عشان ما يحوشهم الصداع يأخذون البي كومبلكس اللي معاهم شقيقة. نعم. الصداع النصفي الكذا يأخذون فيتامين بي كومبلكس من الآن، فيتامين سي يأخذونه من الحين يشوفون الناقص من المعادن. نعم. ويكملونها. عندنا بعد من الناس اللي نقول ضحايا يعني أو مساكين يعني إصابتهم بمرض السكر قد يكون سبب يعني من الأسباب أو الحموضة. خلينا نتكلم أول عن الحموضة لأن يتني اتصالات ما أقدر يعني قالوا حياي رمضان وإحنا خايفين من الحموضة. نعم. اللي هو الارتجاع الأحماض. ارتجاع ارتجاع المريء. اللي أغلب العالم يعانون منه طبعاً. نعم. ارتجاع المريء وإذا طبعاً ما تعالج أو الواحد تحمل يعني صام وزادت مع تفاقمة هذه الحالة. هو شغلة تاني يأثر على المريء والارتجاع عدم الأكل والأكل الخاطئ أو التغذية الخاطئة. إيه إيه النظام الخاطئ. ممكن حتى التدخين، ممكن حتى الأرق، العشاء المتأخر، وايد وايد في النفسية أسباب تعبانة، النفسية تعبانة. نعم. وايد في أسباب. نعم. وايد في أسباب. نعم. ولكن أنا أقول إذا الواحد ما عالجها ممكن يؤدي إلى صعوبة في البلع، إلى تقرحات، إلى إمساك، إلى سوء هضم. فالأفضل إن الواحد يعالجها. ما في مشكلة لو برمضان على الأقل طلبتي مساعدة الطبيب. يعني اللي معاه الحالة هذه قوية ممكن يطلب من الدكتور يمده باللوزك، بالزنتك. صحيح. بالنكسيا اللي هي الاكل اللي قبل المفروض الواحد ياخذها قبل النوم. المفروض يعني اذا كانت شديده انا ما افضل انه ينتظر لما تتفاقم هذه الحاله. نعم. التغذيه. نعم. مع الطبيب. صحيح. الاثنين واحد يكمل الثاني. انا اقول لهم يعني بالنسبه لحموضه المعده أكثر علاج جاب نتيجة ومجرب تعرفين هذا عندنا علش البان وعندنا المستكة. هذا من أبدع العلاجات. يسوي فعل اللوزك والنكسيوم اللي هو ينطحنون الأثنين مع بعض اللي هو علش البان والمستكة ينطحنون مع الفطور لما يشرب الماء ياخذ قفشة متوسطة مليانة ياخذها بس مع ربع جلاس ماء ربع ما يكثر مو جلاس كامل وبالاخير ينتظر على ما يروح يصلي وعلى ما كذا وبعدين غير البان شنو في اشياء وايد طبعا عشان جابر الحربي ناخذتنا يقول ما كل خمس دقائق ترى انا اقول حق المشاهدين انا مالي شغل والله انا ودي اغطي الموضوع بس مخلص الحين نضيع بس نبي نعرف جابر ما يخالف علشان خاطر المشاهدين بعدين من ابدع العلاجات اللي المفروض ياخذها بالليل. نعم. قبل مع السحور طبعا احنا ما بدانا نتكلم عن السكر افضل علاج اللي هو حليب بارد. حلو. تحطون عليه قفشه كبيره مثل هذه من طحين الرز هذا حق السحور قبل ايه قبل خلاص قبل الامساك نعم. خلاص تحركون هذا فظيع هذا يعني نعم. عفوا فوري علاج فوري ياخذون حليب بارد مع ملعقه من بودره الرز المطحون. نعم. ويخلطونه ويشربونه قبل الامساك على طول زين هذا شنو ندخل هذا طبعا احنا هذا من الاشياء اللي تسوي الدم طبعا قلوي حق المدخنين إيه حليب اللوز مع قرع وتخلطينه وبالتالي تصفينه وتشربينه للمدخنين هذا للمدخنين ينفع قبل الامساك معهم ينفع بس أوكي. انا اقول اللي معاهم حموضه ياخذونها هذا للمدخنين اوكي هذا للي معاهم حموضه أوكي. طبعا احنا هني تشوفون احنا شنو ناقعين باميه أخلي المخرج يحط عليه بامية زنجبيل نعناع ليمون خيار هذا ضروري حق مرضى السكر يعني على الأقل جلاس مع الفطور وجلاس قبل السحور. نعم. وطبعا لا يخاف مريض السكر ما راح ينزل يعني نزول صعب ولكن هذا مجرب هذه بامية داخل منقوعة مع الأشياء هذه هذه إنها تقلل نسبة السكر اللي موجودة في الدم أيضا أنصحه إنه يأخذ من الكاريلا هذه الكاريلا سبحان الله حتى الله خالقها شيء موجودة وشكلها حتى لو تشوفونها تشبه شكل البنكرياس وبالتالي تقطع وتنحط مع تفاحة مع شوية زنجبيل مع دارسين بودرة وبالتالي مع شوية ماء أو حليب لوز وتنخلط بالخلاطة وينشرب هذا بعد الفطور ينزل السكر نزول حلو جميل. يعني ترتاحون حتى من أدوية السكر نعم.
عندنا أيضا نقول هذا طبعا من الإبداعات الإلهية سبحان الله، اللي هو عندنا الملفوف وعندنا البطاط. تحطونه بعصارة اليزر، حطي البطاطا بعصارة اليزر بعد ما تغسلينها، وتحطين الملفوف 4 ورقات، وبالتالي يطلع لك عصير حق اللي معاهم حموضة. هذا كعلاج، مو كتخفيف، كعلاج، تخفيف وكعلاج حق ارتجاع الأحمر. يعني أنا أسميه من الإبداعات الإلهية سبحان الله. عندنا مريض السكر لا ينسى انه ياخذ من البطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه على السحور راح تسوي انها يعني من السكريات اللي امتصاصها بطيء، وبالتالي ممكن ما يصير معها انخفاض هبوط يعني هبوط اثناء النهار. والموزه ويتعب، والموزه بعد للمدخنين لان فيها بوتاسيوم مع السحور، وبالنسبه لي حتى مرضى السكر، بالنسبه لي كل اللي يعانون من الاعراض اللي راح نتكلم عنها بعدين مع السحور. بس عموما هو ترى دكتوره الموزه على الامساك يعني السحور هي تنصح لجميع الناس، يعني جميع الناس لكل الاعراض يعني. لكل الاعراض ما ننسى طبعا احنا الوقت وايد مداهمنا، نقول حق المدخنين رجاء من الان تاخذون الكركم حبه الحلوه تسوونه كعصير. الكركم والله انا ما ودي ينطبخ، ودي مع العصاير تحطون ملعقه متوسطه مثلا مع روب مع حليب اللوز مع الشمر. طبعا عندنا اللوز هذا فظيع طبعا، غني بالبوتاسيوم وغني بالمعادن، وخل ربة البيت تسوي منه مثل زبدة الفول السوداني. هذه زبدة اللوز، ياخذ لوز ويطحنونه ويصير شيء، اصلا حتى هذا تحطينه مع الشوفان مع كذا ينخلط، مو شرط يعني ينطحن صح؟ مو شرط. والشوفان طبعا غذاء مهم جدا في رمضان لمرضى السكر اي وقت، ممكن مع السحور، ممكن في الغبقة، حتى يعني الغبقة. في الغبقة صحيح. ممكن ياخذونه مع ملعقة عسل طبيعي. شلون ياخذونه؟ بشلون الطريقة؟ حليب لوز وبعدين يحطون أوروب ويحطون فيه 3 ملاعق، بعدين يحطون كشمش، يحطون بذور الشيا، يحطون الجوز، يحطون بذور عباد الشمس، بذور القرع، يحطون كل الحبوب يعني يملونها في نعم يملونها، وبالأخير يتركونها كذي نص ساعة أو 20 دقيقة. وأنا يأشرون لي وخلص الوقت، والله ودي أكمل لكم بس أوعدكم إن شاء الله الأسابيع إن شاء الله. كل فقرة إن شاء الله نتكلم عن جزء. إن شاء الله طبعا الحلقات القادمة نتكلم فيها عن صوم الأطفال وكبار السن، وأيضا اللي يعانون من هشاشة العظام والروماتيزم وهذه الأمراض، واللي يسوون رجيم مثلا في رمضان، كل هذا راح نتكلم عنه تقضية. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة أمل أنصاري. شكرا نورو. ومسك الختام فعلا كان معاك اليوم من حلقة صباح الخير يا كويت. نتمنى لكم طبعا متابعة ممتعة وبقية برامج تلفزيون الكويت القناة الأولى. مع السلامة.